والله ذكرت مع رمضان قبل كانوا يعني يستعدون قبل رمضان يستعدون يطحنون العيش يطحنون الفلفل والابزار والاشياء هذه كامل يبرزونه ويوقون العيش وكل شيء يخلصون والهريس ها ويسوون الهريس ويسوون الثريد والجنات كلها تعاون على ضرب الهريس ها وحتى هاي الرحى هاي بعد يطحنون هذه يسمونها الفلفل ما فلفل والاشياء هذه الجاي ذي كلها يطحنونها على الرحى اول زمان اي كنا هناك هنا قدامنا احنا حتى المضراب اللي يضربوه المضروب هذه حتى اقول لهم اعطوني المضربه عشان اكل اللي فيه مال هريس ها والشوربه بعد حتى الشوربه مال هريس بعد يعطونا قراص نشرب منه كنا لنا كله في البيت وكله يتعاونون وخذ على هريس تاكل اللي يضربها هذه يضربونها كلهم وكنات يتعاونون مو بس واحده تخلص واحده تعطي الثانيه تعطي لين تبرز الهريسه ها وعقوب الثريل لا تسوي الثريل لا تسوي محلبينوس كله تعاون يعني قبل وكان كله تول اول تشوله بس تشولهم يسوون كلهم رمضان كلهم على تول غاز تشوله بس وعاشوا وطب والأكل والنسوان بروحهم يأكلون مني والرجال بروحهم يأكلون مني ها وعقب ما يخلصون طبعا تعرف رمضان تحصل حركة بعد ناس حياك الله يا رمضان بلقى عول بليان البنات من اللي بعد يسوي شيء سيلات والفريج والرجال الصبيان كلهم العالم يعني تشوف فرحة رمضان حلو لطعم في الليل يلعبون الصقير يلعبون الكونة يلعبون يسمون أشياء وايد يعني ألعاب يخترعون والبنات بعد بروحهم بعد يلعبون ألعاب أشياء مال الأول كل شيء مال الأول يعني ها وفريج فرحة يعني كلها فرحة ناسه تحس طعم رمضان حلو كان قبل يعني الهريس يسمونه في البيت طعم الهريس غير أول بحين بدريل يسوونه وما شبه يختلف وحتى كل أكل بيت مال البيت يعني ها يسوون الكبة ويسوون الخنفروس يسوون الأشياء هذه عقب علي يروحون يصورون عقب ما يأكلون تامر وذي الرجال ها ويصير وين وما يشرب لا بس راح صلى وعقب ما يصلى بعد عشان يقدر يضرب يعني يأكل لأن ما في وقت الصلاة لأن ما عندك وقت إيه لازم تأكل لك تمرتي ثلاث تمرات وتشرب الماء وذي وتروح الصلاة وعقب ما تشي بعد يحطون لك الذي الثريل وبعد ذي والذي يأكلون وبس هو حياتنا اللي رمضان يعني يعني رمضان غير طعمه غير لا الحين وين الحين ما في بلم نفس أول تحصل هذه ما يبي يأكل أو ذي بروحه يبي يأكل أو أول لا مستحيل من يحطون كل الانتيامة النسوان من ناكل غير مني إيه ويقول لك كل مشروك مبروك هاي أول هلول الحين لا الحين الناس يشتري مبرع هريس يشتري مبرع قاعد يشتري مبرع ويحطونه بس هلول في السفرة ويأكلون ها ويصورون اليهال ما يأكلون الحين لا تمر يأكلون ولا شيء حتى بيافطرت شوف أقول لك كل تمر قال هاي في تمر قلت له إيه ما يصير لازم تأكل تمر ها ثلاث تمرات وحقوب سمو تشرب لك ماي وبعدين تاكل تفطر ما يعرفون الحين الحين ما عنده رمضان شوف الحين ثور الوالده وتحصل الحين ما قام ما يحرك سفره ياكل تعال كلك ها تمره اذن خلاص تحصل لا ما يعرف ما له ما عنده يعني ما بعرف شنو رمضان غير الأول أول ننتظر بس إذا يشوفون هذه قاعدين معاهم إحنا بس نبي يعطونا المضرامة اللي حسه ها والشوربة ها ونقعد عند مع الماء يسوي الكباب قاعدين يمها ها لأن ريحة البيت حركة وتنوت في البيت يعني أخوك مع زوجته وهاي مع زوجته وهاي مع زوجته كلهم يتعاونون في البيت ما في يعني أول حركة حتى الأكل لطعم الحين ما حد لك في البيت خالي البيت